أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الصباحية. شكرا للزميل سالم الحبسي من عربة التعليق في ختامي انطلاقي أشواطي هذه الفترة الصباحية في يوم التحديات، يوم السيوف لهجن أبناء القبائل والتي دارت رحاها بمنافسات 6 أشواط خاصة بأشواط الرموز، بعد ذلك أشواط القدرة. نذهب سويا لملخص هذا اليوم في منافسات هذه الفترة الصباحية. براقة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي هي من سجلت أول الأشواط الصباحية بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 16 ثانية بالوفاء والتمام والكمال لتفوز بسيف الإمارات هنا في في صباح هذا اليوم. وسلام لأهالي الروضة، وسلام لأهالي زاخر، 12 دقيقة 16 ثانية بالوفاء والتمام تسجل أفضل توقيت، وتهنية لبن دري وأخوانه وأنجاله على هذا الفوز وإصرار مع فوز سيف الإمارات. أما الشوط الثاني ذهب لشديد راشد بن سعيد بن راشد بن غدير وهالي مرغم على موعد بكسب الانتصارات، 12 دقيقة 28 ثانية 4 أجزاء من الثانية، حيث ينتزع شديد هذا الناموس من سلالة التبر وينتزع الناموس وهدي لهالي مرغم وكافة بن غدير على الفوز والانتصار مع سيف الإمارات للزمول المفتوح في ميدان المرموم. شوطنا الثالث ذهب مع المحليات الأصايل، حيث كانت منحاف على موعد بكسب الانتصار لهالي رماح ب 12 دقيقة 20 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لمالك منحاف مايد بن أحمد بن مايد الخيلي، وتهني أكيد للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على تقديم هذه المنافسات الشيقة خاصة مع أشواط الكبار. أما شوط الشداد وزايد المليون يأتي الواعي حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي ليكسب كذلك من جديد لهالي مرغم ناموس مستحق، 12 دقيقة 36 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. أكيد والتهنئة لبراشد حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي على فوز الواعي وتحقيق الانتصار، وسلام يا مرغم سلام. أما شوط الانتاج نذهب إلى غزيلان لمالكة علي بن محمد راعي العوية العامري، ذهب بالشداد الخاص بأشواط الانتاج والمنتجين بالإضافة إلى المليون درهم، 12 دقيقة 34 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. وسلام إلى المصانع الجنوبية سلام، وأكيد التهنئة بذلك لحمد راعي العوية العامري. أما شوطنا السادس تأتي وزن لمالكها مبارك بن محمد بن خرايط العامري، نهنيهم على الفوز ب 12 دقيقة 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية لتنتزع سيف خاص بأشواط الإنتاج، سيف الإمارات الإنتاج بالإضافة إلى 2 مليون درهم. سلام وتحية لهالي الهير هيان بن حماد وخرايط العامري واخوانه على هذا الفوز والانتصار. سلالة شاهين الضبي بعير هجن العاصفة منتزعة الناموس ومحققة ايضا رمزا اخر في هذا الموسم. اما اشواط القدرة نذهب مشاهدينا الكرام الى الحول المفتوح لتذهب هنا شقرة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري محققة المركز الاول، والمرسيدس ب 17 دقيقة 30 ثانية جزئين من الثانية، وتهني المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وتهني أكيد لهجن الرياسة على تحقيق الانتصارات وخاصة في هذا الشوط حيث حققوا 7 مراكز متقدمة. أما الشوط الثامن تأتي مراكش لفري بن علي بن حمودة الظاهري منتزعا كذلك المرسيدس في هذه الانطلاقة، 17 دقيقة 45 ثانية جزء واحد من الثانية، وأكيد تهنية لمالك الشعار الاقتصادي سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري وانجاله الكرام بالفوز والانتصار، والى المضمر حمد بن حمدون الوهيبي كذلك تحقيق المركز الثاني مع الليكسز بثنائيه جميله لهذا الشعار تحقيق انتصارات متتاليه، وهذه هي سياسه مميزه مع الشعار الاقتصادي، تهانينا لهم على الفوز والانتصار. اما الشوط التاسع ياتي سلهود التابع لهجن الرياسه مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي منتزع شوط الزمول من مسافه ال 11 كيلو ب 18 دقيقة 22 ثانية 3 أجزاء من الثانية ليحقق الانتصار والرقم 1 مع هجن الرياسة. أما الشوط الختامي يأتي عز الطلب لمطر بن محمد بن دحروي العامري يختتم هذه اللحظات الصباحية مع أشواط القدرة ب 18 دقيقة و 27 ثانية
وتسع أجزاء من الثانية. وسلام يا مرغم سلام، وسلام يا جميرة سلام. فوز مستحق لأبو محمد في انطلاقات هذه الأشواط الصباحية. نهني الجميع على الفوز والانتصار، وهارد لك لمن لم يحالف الحظ في انطلاقات هذا اليوم. بإذن الله تعالى الموسم القادم نلتقي بحضراتكم جميعا وسويا. تبقى لدينا 4 أشواط في المساء في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم، شوأط ملتهبة بهجن أصحاب السمو الشيوخ. إلى أن يحين ذلك ملموع، تقبل أجمل تحية من الأستاذ وليد البارودي ومن طاقم العمل الفني جميعا في ميدان المرموم. محدثكم من أمام المايك حمد مضويب الشامسي، يتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.